بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب يا جماعة الخير كده في بداية الفيديو، وما تنسوش تذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا أنا بادئة معاكم الفيديو من الساعة 11 مساء، قبلها بيوم يعني. طبعا الفيديو ده يوم ما هينزل لكم، اول لقطه كده دي بالليل، الليله اللي قبلها على طول. طبعا انتوا عارفين ان اللمبه الصفراء جيت احطها لهم النهارده الصبح، لقيتها اتحرقت. طبعا انا قاعده بقى ما فيش مره واحده كده، يا نهار ابيض يا ندى، ده انت نسيت تجيب اللمبه الصفراء للاوز، ده هيتعب، ده مش عارف. بصوا كويس ان انا طلعت اهي، نسيتهم خالص، نسيت ان انا اطلع اطلعهم فوق وغير لهم الفرشه، وكمان نسيت اللمبه. ترحب فيه ترحب فيه. فافتكرت دلوقتي، وبرده لسه ما جبتش اللمبه. طب عملت ايه يا ندى؟ تعالى اوريكم انا عملت ايه. بس ناخد ايه العلف معانا فوق، يعني ما قدامكم، مستنيين ان انا اطلعه لكم عشان تاكلوا. استنوا بقى، تعالى. بسم الله بسم الله. طبعا ده الرف العلوي من السلاكه. طبعا نسيت اجيب خالص اللمبه، نسيت اللمبه خالص. فطبعا ما فيش حل قدامي دلوقتي، الساعه 11 بالليل. حتى لو في حد فاتح انا مش هنزل يعني اجيب دلوقتي. فهتعملي ايه يا ندى؟ اهو شغلت الدفايه، فاكرين الدفايه اللي كنت مشغله لهم تحت؟ جبتها لهم اهي، حتى بالمشترك والله برضو ايه السلك اهو، مش عارفه واضح ولا لا، بالمشترك اللي انا كنت مشغلها بيه تحت برضو، فرش لهم الفرشه الناشفه ديت اهيت. بس المشكله بقى كده في الميه كده كده، بما ان بصوا الباب لما يتقفل مش هيبقى في نور، وانا مش هينفع يعني. بصوا هو بس الفلاش اللي منور، يعني يا دوبك هتبقى الاضاءه البسيطه بتاعه بتاعه الدفايه. انا المشكله بقى في الميه، ليه؟ لو انا حاطه لمبه فوقيهم هتنور لهم، هيضطر ان هو يبقى في اكل وميه قدامهم طول الليل عشان ياكلوا ويشربوا. طب انا دلوقتي هبيتهم على ضوء الشمع زي ما انتم شايفين كده، شمع الشمعه يعني، شمع الدفايه ده. فمش هينفع ان انا رايح فين. تعالى انت لقطه تشدك، تعالى تعالى فين، اصبر بس، اصبر على رزقك. فانا طبعا مش يعني مش هياكلوا ولا يشربوا الاكل اللي هو يعني، ومش هينفع ان انا طلعت بطلعي اللمبه البيضه اللي تحت يا ندى فوق وشغليها، مش هينفع. انتوا واخدين بالكم السلك بتاع اللمبه في ظهر الدفايه، ف ممكن لا قدر الله مع الحراره بتاع السخونيه بتاع الدفايه وهي اللمبه شغاله وانا مشغله الكهرباء، ممكن لا قدر الله تعمل حاجه وحشه. فانا لا قلت مش لازم يعني ياكلوا بالليل، ما طول النهار بيدسوا اهو. فقلت لا هخليهم بقى كده، هطلعهم انا بقى دلوقتي بسم الله. امسكي الجودة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الاولى، بسم الله عشان تدف، عشان تدف. بسم الله الرحمن الرحيم. تانية بسم الله. تعالى يا عم الحاج، تعالى يا عم الحاج، تعالى تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا اهو انا زودت لهم علف على فكره، اهو مليت لهم العلافه. وبصوا الميه حاجات بسيطه جدا جدا يعني، يا دوبك هم هياكلوا دلوقتي هيشربوا خلاص. بصوا بردانين ازاي، عشان كده جم قعدوا جنب الدفايه. واخدين بالكم من البطايه اهي ما شاء الله. بس كده ايه، طمنا عليهم، هنقفل عليهم بقى كده. حاسب يا حبيبي حاسب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقفل عليهم بقى كده، وان شاء الله اشوفكم بكره، بس يا رب الليله تعدي على خير. بصوا معانا حبه علف تاني هنا اهو، تعالى نحط حبه كده للفراخ الصغننه، وحبه بساط برضو لو فضل السمانه هنحط، لو ما فضلش مش لازم السمانه النهارده. بس نقفل على دول كده بعد اذنكم يا رجال. بسم الله. يا نار ابيض، انتوا كلكم كلكم مبيتين على القفص. كويس بقى ان احنا حطينا ايه الشكاره دي، كانوا هيعملوا اللي تحت، هيعملوا اللي في القفص جوه. هنحط لهم حبه كده، وبرده مش هننسى اللي في القفص، هنحط لهم برده حبه من العلف، حبه بصاص يعني كده، هو مش عارف كتير بس ايه احسن من قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفسكم مسجدة ولا عايزين حد يعزم عليكم؟ انزلوا بصوا اللي جوه. هحط لهم دلوقتي، هطلع الطبق واحط لهم برضه حبة علف، وادي حبة علف للي في القفص. اللي فاضلين معانا قد ايه؟ تعالوا بقى نحطهم للسماء. رايح فين؟ رايح فين؟ مش هطير دلوقتي، مش هشوفك. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي بقى، هفصل معاكم بقى كده، وان شاء الله الصبح نكمل باقي الروتين معاكم. يلا حطوا اللايك بقى على ما نصحى لكم الصبح بقى، نشوف مين اللي حط نشوف مين اللي حط اللايك ومين اللي ما حطش اللايك. يلا ارجع لكم بكره ان شاء الله. يا صباح الانوار، صباح الخير، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الحمد لله انا كنت نايمه مرعوبه مرعوبه وخايفه عليهم جدا جدا، بس الحمد لله ما شاء الله الحاجه قدامنا زي الفل اهي. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني هما دول شمعتين، الشمعه اللي في النص دي مكسوره، وكانوا الشمعتين شغالين اول ما فتحت طبعا، لان الشمس طالعه والجو دافى مش ساقع زي الاول، فلقيتهم قاعدين متكومين هناك كده بعيد عن الدفايه. اعرفوا كده ان هما طبعا في احتباس حراري كده في المكان، فقمت قافله زرار واحد، يعني سايبه لو تاخدوا بالكم هي شمعه واحده بس من تحت اللي هي المكسوره دي هي اللي شغاله، واخر النهار ابقى اشغل لهم الثانيه. بس ما شاء الله انا عايزه اقول لكم ان انا فرحانه جدا، يعني العلف قدامهم مش محتاجين علف. حبه الميه القليلين اللي حطيناهم من امبارح، المكان بصوا ناشف تماما وزي الفل. لا انا يعني انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا دلوقتي مش هنزلهم تحت، انا هسيبهم هنا، المكان ناشف. هما بيعملوا بس كده عشان عطشانين ومحتاجين ميه، فانا هجيب لهم كده ميه على طول. الحمد لله ايه ان هما كويسين، الواحد فرحان جدا. فيلا اجيب لهم ميه وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برضو الفكرة ان انا كنت اقل المية ديت كانت تايهة عن دماغي خالص، او ان انا احوشها واستبعدها بالليل. طبعا لو شي جاني كومنت كده قالت لي يا ندى احنا طول عمرنا والدتي وستي وكلهم، يعني التعليق تقريبا كده يعني بتيجي من الليل لليل تشيل المية او تخف المية قدام الطيور. هو بسبب تعليق جاني خدت انا القرار كده ومشيت بالتعليق اللي جاني، فالحمد لله النتيجة كويسة. انا ليه ذكرت لكم ان انا استفدت من تعليق دلوقتي، وفي ناس استفادت من تعليق، ان هي ناس كانت عايزة تجيب وتربي دلوقتي، قلت لهم الجو دلوقتي تقريبا في فيروس في الجو وفي تعب في الحاجة، يعني بنستفيد من بعض. بصوا بقى جاني تعليق كده، بس هنفتح على الطيور بس عشان التعليق. بصوا هياخد وقت، وانا مش عايزه افضل السهر كده قدام الوز كتير، انا عايزه افتح للطيور الجو شمس وجو حلو كده، عايزه افتح للطيور ونطمن عليهم. وانا بحط لهم الخلطه كده نبدا، هقرا لكم الكومنتات واحطها لكم قدامكم برضو على الشاشه، ومستنيه رايكم عشان بصوا الواحد تعب. انا ما رضيتش اعمل له ازاله ولا احذفه ولا اعمل اي حاجه خالص، انا سبته عشان انتوا تردوا. فبس هفتح بس على الطيور كده نطمن عليها ونشوف الحمام، ولما نيجي نحط الخلطه للطيور بتاعتنا هنبدا مع بعض كده نسير في الكومنتات اللي جاتني ديت، مستنيه رايكم فيها. طبعا الوز بتاعي الدنيا تمام عنده كده، حطيت له ميه والحمد لله الدفايه برده هسيبها زي ما قلت لكم كده، وعين واحده بس اللي شغاله، عين واحده بس اللي شغاله كده، فهسيبها هقفل عليهم كده
بسم الله ونقفل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله. طبعا انتوا عارفين الحمام ما بيحبش الكتمه، فانا لما لقيت الجو بدا يدفي كده كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لقيت الجو يدفي، شلت الحته اللي انا كنت سادة بها فوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يعني الحمد لله الاخت باضت البيضه الثانيه، معلش معلش، باضت البيضه الثانيه هي وردت عليهم ما شاء الله. طب بعد القش ليه دف البيض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى، في حاجه هنا مش عارفه البيضه دي اللي جابها هنا، مين اللي جاب البيضه دي هنا؟ ايه ده، هي مكسوره؟ مكسوره البيضه دي، مكسوره. طب ايه اللي جابها هنا يعني؟ معقوله يكون فروه ولا حاجه دخلت لهم؟ اصل البيضه دي كانت هنا، دول كانوا اربع بيضات، البيضه دي كانت هنا، ايه اللي جابها هنا؟ فانا مش عارف. نشيل البيضه دي خالص ونستبعدها. الحمد لله طبعا ان تيرا بدت البيضه الثانيه وتمام وزي الفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط لهم حبة كنفة كده مع بعض كده، الروتين واحدة واحدة اللي نفتح عليه، نحط له أكله وميته والرق منه. بسم الله، عندي كيس الكنفة هنا اهوت، هفتحه واحط لهم حبة كده، هما جعانين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. الزغاليل ما شاء الله بتعتمد على نفسها، واخدين بالكم اهو. الزغاليل البني عايز يجي ياكل اهو خايف، بس لا بياكل وبينقر في الاكل اهو كده خلاص، دول همهم انزاح كده كده، دول اعتمدوا على نفسهم كده خلاص. الكاميرا كنت حاسه فيها حاجه كده مسحتها، حاسه ان الكاميرا كده رايقه، الاول ما كانتش رايقه خالص. ما شاء الله اللهم بارك. النكايه رايحه تلو ديت طبعا يومين كده، وهبدا افحص البيض تحتها عشان ما اسيبش ثلاثه تحتها كده، ايه عشان لو البيضه فاضيه ولا حاجه نبدا نستبعدها، اللي هي الثانيه نبدا نستبعدها كده من تحتها، وتدفي الاثنين كفايه عليها. وفي الوز عمال في ايه؟ طيب يعني في ايه قدامك؟ الميه والاكل فين؟ انت خضتني عليك، انا قلت ان انا قافل على رجل واحده ولا حاجه. يلا خش بقى، خش دام كويسين، خش يا حبيبي. بص بص اتفرج من البلكونه كده خلاص، اطمنا على الحمام وحطينا له الاكل والشرب اهوت. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا الصغننه. بسم الله، يلا نقفل على دول. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. بصوا هشيل المشمع دوت وهكنس لهم، بصوا من على الفرشه من فوق كده، هكنس من فوق من على الفرشه وانفض المشمع وادخلهم واحط لهم اكل وشرب كده. طبعا بعد ما جهزت الخلطه، طبعا مش هحط لهم برسيم، الازازه الازازه مفتوحه. ايوه اوعى تكسروا ازازه الفيتامينات اللي حطيت لهم منها. طبعا الحمد لله لحقتها، حطيت لهم فيتامينات في الميه النهارده اهي، وعملت لهم الخلطه عيش بطاطا برسيم، عفوا عيش رده بطاطا، ما حطيتش برسيم، مش هحط لهم برسيم طبعا بناء على طلبكم انتوا قلتوا لي يا ندى البرسيم خلي بالك ممكن
طبعا لان الطيور المهاجره كلها بتقف عليه وكده، بيبقى مصاحب امراض يعني وكده والندى والبتاع. فطبعا انتوا عارفين ايه ان انا شطوره وبسمع كلامكم. طبعا انا حطيت لي اللي جوه، حطيت لهم من نفس الخلطه، وحطيت لهم ميه، وحطيت لهم برضو ايه فيتامينات في الميه. نضفت لهم الفرشه من فوق كده، ما شلتهاش صراحه، كانتش مترنخه، ونضفت لهم المشمع زي ما انتوا شايفين الدنيا كده قدامكم. انا عندي بواقي بيت حطيتهم هنا، كانوا فيهم على ما عملت الخلطه. هدخلهم بقى كلهم دلوقتي وهقفل عليهم. يلا على جوه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك لنا فيهم كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اهو ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله الحمد لله. يعني من ساعه ما شلت بصوا اللمبه من عندهم، لان فعلا اللمبه مش معنى كده ان انا كنت بدفيهم بالليل واجي الصبح افتح، انا غصب عني لازم افتح عليهم عشان احط لهم اكل. ممكن فتحه الباب دي ممكن تديهم لهفه هوا زي ما بنقول كده بالعربي، زي ما احنا بنقول كده، فممكن كانوا بيبردوا. انا كده خد يعني واخدتهم على الجو العادي، وبالليل بغطي كده السلك زي ما انتم شايفين كده عشان برضو ما يبردوش قوي مني، وبرضو اللي مكتوب له حاجه هيشوفها. فاحنا ورزقنا واحنا ونصيبنا بقى. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. طبعا بالليل برضو بحط لهم حبه علف بصاد بقى زي ما شفتوا امبارح ما شاء الله. طبعا انا مش ناسيه الكومنت اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو كده، هنتكلم عليه. بس الحاجه اللي بحط عليها ديت واقفل بسرعه عشان الجو طبعا ما يبردوش وكده، فبحب اخلص نفسي اول كده. وكده كده الطيور الكبيره بفتح عليها، واحنا بقى بنتفرج على الطيور الكبيره وبنستمتع كده بالفرجه عليهم. هقول لكم على التعليق ده وهقراه لكم، انا مطلعه تليفون تاني معايا اهوت عشان اقرا لكم منه. فطبعا كده الفراخ البياضه والسمان هنحط لهم ونقفل عليهم ونفتح للفراخ الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الفراخ البياضه بتاعتنا. سوق الميه اموت واعرف بيعملوا على فكره، ممكن يكونوا بيقفوا على البلاستيكيه بيتوا عليها ان شاء الله. في جنازه في الجامع، اللهم ارحم امواتنا. راحه فين راحه فين؟ قلب تخطف وتجري، هاكل بعيد عنكم عشان ما تاخدوهاش مني. هحط لهم الاكل والميه دلوقتي وهندخلهم وهنقفل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا هنقفل على دول كده، بسم الله ونقفل عليهم. مش عايزه اطول بس عشان انا مش عارفه الكلام معاكم بالنسبه للتعليق اللي قلت لكم عليها يطول ولا لا. تعالوا بقى بالمره نحط للسمان ونفتح بقى على الطيور، وايه تسمعوا التعليقات اللي جاتني دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وكده حطينا للسمان بتاعنا. طبعا غيرت له الميه اهيت، غسلت الساقيات وغيرتها. بسم الله ما شاء الله، الناس اللي بتقول السمان مش هياكل البطاطا ديت ولا العيش ولا الرد، انا عايزه اقول لكم السمان لو حطيتي له هياكله. هو المفروض علف، المفروض علف يا جماعه ما يتشالش من قدامه. وفعلا لو انا عايزه منه انتاج بيض زي ما انتوا قلتوا لي فعلا في الكومنتات، بس صراحة العلف غلي جدا دلوقتي، انا مش هكفيهم طول النهار علف. انا بحط لهم بالليل حبة علف بقى زي ما اخد كتير قليل هم ورزقهم. انا حاجة في بيتي يعني انا مش عايزاها تكلفني، يعني مش فيش واحدة تقولي انت تموتي الحاجة وتقولي مش عايزاها تكلفني، لا انا مش موتها ولا حاجة، الحاجة قدامكم زي الفل اهيت. والله اكبر فاتحين كمان هيبشروا لنا البيض قريب. ان شاء الله اللهم بارك. كده هنقفل بقى على السمان، وتعالوا بقى نجهز الاكل بقى نحطه جوه للطيور الكبيره. وتعالوا بقى عشان اقرا لكم الكومنتات اللي جاتني دي. الله اكبر الله اكبر والعزه لله. طبعا انا حطيت لهم الاكل اهوت، طبعا مش هعرف اتكلم معاكم والاذان شغال،
هردد الاذان كده وهرجع لكم ان شاء الله بعد ما الاذان يخلص. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه، مع اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المهم يا جماعه بقى بصوا، طبعا انا فاتحه الارانب ورايا اهيت اهي، لقيت الجو حلو يعني والشمس طلعت. طيب بصوا بقى التعليق اللي جاني دوت، انا صراحه يعني ما اديتش للتعليق اي اهميه، قلت خلاص كل واحده ورايها، وانا طبعا انتوا عارفين ان ندى بتقبل بالكومنتات السلبيه والايجابيه. التعليق ده قدام حضراتكم على الشاشه اهوت، واحده اسمها ام محمد قالت لي كده غلط، كل يوم تعرضي الطيور الميته قولي الحمد لله وما تعرضيش وما تزعليش مني، كفايه المشاهدات عليك. قلت طيب يا بنت ما ترديش، زي بعض، واحده من كده ومحروقه زي بعض، واحده قالت التعليق ده رايها برضو على راسي من فوق، واحده حقوده الله اعلم بنيتها، انا ما ردتش لان انا ما اعرفش النويه. هي بتقول ما تزعليش مني، خلاص انا تقبلت التعليق مش كسلبي، انا تقبلته كايجابي، وطبعا كتبت التعليق بكل ادب وكل احترام، عشان كده ما ردتش على، قلت ايه هو ده رايها وخلاص، ما اتكلمتش يعني ايه، ولا حتى رديت عليها، لو دخلت على الكومنتات هتلاقوني مش رد عليه. المهم بقى جاني تعليق برضو تاني قدامكم، برضو قدامكم على الشاشة اهوت، تعليق من اخ فاضل متابع لنا على القناة. بص يا ندى، طبعا انت عارفة ان الحاجة دي قضاء وقدر، والله يا ندى ان كان عندي بطة مخرجة 7 بطات وكلهم ماتوا والله، ولكن حصل حاجة غريبة قبل ما الطيور تطلع، وانا قاعد على النت كل شويه يجي لي قصه سيدنا ايوب، ان هو كان عنده 13 ابن وتجاره كبيره، ولكن هو خسر كل ده، وكمان جاله مرض خطير، وكانت زوجته هي اللي بتشتغل، وكان الناس بيقولوا عليه كلام وحش، برغم من كده انه ما فقدش امانه بالله، وربنا عوضه احسن من الاول. وخلي بالك ان ده نبي ومات عياله يا ندى، طول ما انت واهلك كويسين خلاص. وعلى فكره الابتلاء ده دليل على حب ربنا ليكي. طيب اقول لك على حاجه، والله يا ندى حصلت وانا بكتب التعليق ده، لما قلت ربنا بيحبك، والله 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 التليفون حط قلبي لوحده. طبعا تعليق جميل زي كده وجاي بطاقه ايجابيه، تعليق بيشجعك، انتوا شايفين الاكل غالي ازاي، البطاطا اللي احنا كنا بنقول لكم بنوفر وب 10 جنيه هنوكل طيورنا، البطاطا دلوقتي بقى كيلو ونص ب 10، يعني ما يغركمش ان احنا حاطين بطاطا وردة وعيش، احنا ما بنكلش، انا بشتري العيش اللي قدامكم دوت، انا عيش الطابونه نفسه ما بيكفيش عندي ليا، انا بشتري عيش حر للطيوري 6 رغفة ب 10، 6 رغفة ب 10 جنيه من عيش الطابونه حر، لان انا عيش الطابونه بتاعي ما بيكفيش احتياجاتي انا واولادي، فبضطر اشتري ليا وللفراخ، اللي ما اغركمش ان انا حاطه لهم عيش ورده وبطاطا ان انا كده موفره، لا مفيش توفير في الزمن اللي احنا فيه ده، الحاجه بتصرف والحاجه غاليه. فطبعا التعليق زي ده جاني صراحه، انا بفرح جدا جدا من التعليقات ديت والله، وبحس فعلا ان انا ليا اخوات بجد على منصه اليوتيوب، فبالتالي رديت عليه رد محترم كده وفي قمه الشياكه، شكرا اخي العزيز على دعمك لي بهذا التعليق، وطبعا الحمد لله على كل حال. وطبعا لو شغلتوا اي فيديو لي انا منزله فيه اي حاجه ميته هتلاقوني قلت الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، وكل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وانا راضيه بقليله. طبعا دخلت نفس الاخت برضه، نفس الاخت، طب انت قلت رايك في كومنت خاص بيكي، قلنا ماشي وما ردتش عليك، وقلت زي بعضه انت اخت ليا ورايك ان كان سلبي ولا ايجابي فهو على راسي، على دماغي من فوق. راحت داخله رد على الاخ وتقول له كده غلط، حرام حرام العرض ده، الفيديو التاني اخد عليه مشاهدات كتير، وقولي الحمد لله وما يعني ما تزعلين مني تاني، انا لما بشوف الطيور وانت عارضاها مش عايزه اخش الفيديو علشان حرام، قولي الحمد لله، انت لو تعرفي انا في كرب، ثواني بس عشان انت لو تعرفي انا في كرب يعني وارمله وجوزي متوفي كده، يعني ده التعليق اللي انا فاكراه، لان انا عامله سكرين للتعليق وكملته مش جاي، فقولي الحمد لله. طبعا يا حبيبه قلبي انا بقول الحمد لله، وطبعا انت مالكيش الحق ان انت تردي على اي تعليق عندي على القناه، انت كتبتي تعليقك خاص بيكي خلاص ماشي، مالكيش الحق ان انت تردي على اي حد. وبعدين انت بتقولي كفايه عليك المشاهدات، مشاهدات ايه يا حبيبتي، مشاهدات ايه،
هو انت قناتي بالنسبه للي انت عماله تقولي مشاهدات وكفايه كفايه المشاهدات الكتيره اللي جات لك ومش عارفه ومش عارفه مشاهداتي، وانت بتسمي قناتي كده فيها مشاهدات؟ يا حبيبتي روحي شوفي للناس اللي هو محتوى تافه وتحديات، وبصي قناتهم معديه المليونيه، قنوات مليونيه معديه، بصي ال 10 مليون مشاهده، واقل فيديو عندهم ب 4 مليون مشاهده. انت بصلي بكام الف مشاهده؟ وانت انا اقسم بالله قبل ما اطلع دلوقتي، لان الفيديو ده لسه نازل يعني، بصوا طبعا نزلت سوق الفيديو بتاع السوق، دخلت دلوقتي عشان اشوف لكم الاحصائيات بتاع الفيديو اللي هي بتقول الكفايه عليك المشاهدات ديت، والله العظيم قال لي جاري المعادله في خلال يومين. الناس اللي فاتحه قنوات يا جماعه تفهم كلامي ده، يعني الفيديو بينزل ما بينزلش عليه ارباح غير بعد يومين. ف مشاهدات يا حبيبتي، وخليك ان جاني مشاهدات، انت اللي مزعلك. طب انت المفروض تفرحي لي مش تزعلي ولا تقولي فيها مشاهدات، انت اللي مزعلك. في واحده داخله شاهده كده كتبت رايك، ماشي تقبلناه سلبي ايجابي تقبلناه. انت دخلتي شفتي بقى واحد رد عليا بتعليق حلو سلبي ايجابي وحش منال ب 60 نيله، مش من حقك انت تردي على حد. فبصي اللي عنده كلمه حلوه، انا بصي كان ممكن اعمل ازاله للتعليق عادي جدا وما اشغلش بالي بيكي، بس لا انا حبيت ابين. وبعدين انا نزلت قبل كده في فيديو برضو مخصص، قلت يا جماعه الحاجه اللي بتموت مني انا الحاجه، ثواني بس هخش اشوف تقريبا كده الكيس بتاع الكلفه عند الحمام، وعمالين يخروشوا فيه وشاغلين بالي بيه. انا منزله في تعليقات قبل في فيديوهات قبل كده، قلت يا جماعه الحاجه اللي بتموت عندي. طبعا لو انت متابعه ليا بجد مش عابر سبيل كده دخلت وقلت كلمتين، ولا انت واحده حقوده وعارفاني شخصيا ايا كان بقى الله اعلم انت مين، لو انت متابعه بجد كنت هتقولي انا مع ندى في الحلوه والمره زي ما بنقول كده في السراء والضراء، تبقي معايا على يعني مش لا هو انا كل يوم اصور لك التور بتاعتي وهي حلوه والميه تركنه ورا. بعدين انا قلت لمتابعيني انا مش هتكلم عليك انت بقى لان انت عابر سبيل مش متابعه، انا قلت لمتابعيني يا جماعه انا بمشي برايكم. طبعا صلوا على الحبيب المصطفى الاول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا لو عايزيني ما فيش اي حاجه ميته انزلها اوكي انا موافقه. فطبعا لا كلهم دخل قالوا لا احنا بنستفيد وانت بتستفيدي، فندى دي قناتك وانت حره فيها، وده طبعا ايه رايكم على راسي من فوق. فطبعا انا خدت رايهم، انت بقى قناتي عجباكي بحلوها بمرها ده شرف ليا وجودك عندي، مش عجباكي برضو شرف ليا وعلى راسي من فوق ان انت تنصرفي منها وما تتابعيش ندى. فايا كان تعليق من الاثنين دول انا رديت في فيديو، فصراحه التعليق ما يستحقش ان انا ارد عليك كده في تعليق خاص بكتابه كده واتعب نفسي ان انا اكتب. والله ايا كان بقى اي حد من المتابعين وصل معايا لحد هنا وسمع الكلمتين دول عايزين يرد عليك وهم يردوا، مش عايزين براحتهم. التعليقات دي يا جماعه جت لي على الفيديو اللي هو بتاع اللي كان فيه الوزه الصغيره اللي ميته والفرخه وذكر البط، اللي عايز يخش يرد عليها يرد، انا مدياكم المجال بكده، اللي عايز يرد عليها يخش يرد، واللي مش عايز يدي اي اهتمام وما يردش عليها برضو على راسي من فوق. واقول لك وهرجع اقول لك برضو لاخر مره مالكيش الحق ان انت تخش ترد على اي تعليق عندي، ماشي يا حبيبتي؟ ووجودك عندي شرف على دماغي من فوق، وبرضو انصرافك عن قناتي شرف بصي وعلى راسي برضو من فوق. عجبتك قناتي على هذا الوضع طبعا تنوريني وتشرفيني وتكتريني، ما عجبتكيش برضو ليك الحريه. بس حبايبي انا اسفه ان انا طولت عليكم جدا جدا جدا، بس التعليقين دول صراحه بصوا يعني انا تعليقات انا كنتش عايزه اديها اي اهميه، بس قلت لا زي بعضه ايه خلينا نسهر شويه، وانتوا عارفين ان انا بزعل اول لما بقفل الكاميرا معاكم، انا لو عليا عايزه اقعد اسهر معاكم 24 ساعه كده، فقلت يلا زي بعضه كتر خيرك. والله اديتيني مجال ان انا اعرف اتكلم مع متابعيني فتره اطول ونسهر مع بعض كده. وكمان الفيديو ده بالذات اي تعليق هيجيني هرد عليه ان شاء الله، اول ما اشوفه هرد عليه. فحبايبي بشكركم جدا 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 على المشاهده، وكمان لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسوناش في اللايك الجميل، ولاول مره تشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس للكل. احلى اخوات واحلى متابعين، انتظروني بكره بفيديو جديد ومفاجاه جديده. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.